لكل منا حكايته، بعضها عابر وبعضها مستوطن. حكاية قد تبعثره إلى نصفين عابرين أمام الظلال. اسمي رشا علي، فلسطينية من سوريا. جيت بال 2012 على لبنان بعد ما صارت الأحداث والأوضاع بسوريا. أول ما جيت لهون نتيجة الصعوبات اللي أنا كنت عم عانيها، عشت حالة وحدة وضياع وتشتت. بحكم أني أنا بكتب من أنا وصغيرة وبحب هيدا المجال، بلشت أكتب، وأي شيء بلشت أكتبه كنت حطه تحت مسمى بوح، لأنه فعلا أنا بهديك الفترة كنت أي شيء عم بكتبه عم بوح فيه. بسنة 2018 شاركت ببرنامج جيل اللي كانت عم تنفذه جمعية نوايا بالشراكة مع اليونيسف. المشروع كان بيهدف لدعم المشاريع الشبابية، فلما أنا شاركت حبيت أنه بوح أطلقه للعنان. بآخر 2019 شاركت بكتاب جماعي تحت مبادرة اسمها هوية الأمل. الكتاب هو عبارة عن مجموعة قصصية تحت مسمى حكايات في المنفى، صادر عن دار ميرزا. القصة اللي أنا شاركت فيها كانت تحمل عنوان بنفسج. استوحيت بنفسج من الحياة والحب والحرب بمدينة دمشق، والأثار النفسية اللي تركتها الحرب بنفوس الأشخاص والشخصيات والأبطال. أكيد بحلم بالمستقبل يكون إلي أكثر من كتاب، وإنه العالم تحب كتاباتي وتتأثر فيهم. بتمنى أن يكون عم بمثل بلدي فلسطين خير تمثيل، وأكيد أهلي. أنا أكتب لأختلف، لأنفرد، لأرتفع.